سلام جايز، صباح بخير، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان، كلشي وهداك. البارح في الليل وصلت لفاس، دونك غادي ندوز فيها اليوم، ولكن غدا ان شاء الله غادي نشد الطريق عاوتاني لكازا. كنرجع لكازا، ترجعوا عاوتاني تشوفوا داك السيتاب ديال لحد الساعه من هنا غدا، راه غادي تشوفوا غير الفيديوهات عاديين بحال هكا على برا. كاين واحد لاكاسيون اللي كتجيني بزاف ديال المرات، واللي غادي نحاول ما امكن اني نجاوب عليها في هذا الفيديو ديال اليوم. شنو هي لاكاسيون؟ هي الواحد كيكون داير واحد البروغرام منظمو كيديرو كل نهار، دونك لا ستركتور غادا هي هذيك. مثلا شي واحد كيفيق مع الصباح، كيدير المورنينغ روتين ديالو، تيمشي للخدمه ولا القرايه، انفو كيجي من القرايه للخدمه تيمشي تيتريني، مورا ما كيتريني كيخدم واحد الساعه سواء مثلا كيراجع فيها ولا كيخدم فيها على شي بروجي ديالو. فهاد السيستم هذا كيبقى محافظ عليه واحد شويه، حتى كيجي واحد النهار كيخرج ليه شي طارئ ولا كتخرج ليه شي اورجونس ولا شي حاجه على غفله، تقدر تكون حتى تسافر، دونك الدار ديالهم غادي يسافروا، دونك حتى هو خاصو يسافر. دونك فاش كيسافر تيقول لك شنو غادي ندير، حيت الغالبيه هذاك الشيء اللي كان كيدير في النهار ديالو ما يعرفش كيفاش غادي يديرو وهو مسافر، دونك شنو غادي يدير. في هاد لوكا هادي شنا هو الحل اللي كنبروبوزي انا باش الواحد يبقى محترم هاد البروغرام؟ حيت اش غيطرا لك الا مشيتي سافرتي مثلا سيمانه ومبقيتيش كدير هادوك لي زاكتيفيتي ومبقيتيش كديرهم في الوقت ديالهم، فملي غادي ترجع غادي تعجز وما غاديش تقدر ترجع لهذاك البروغرام القديم. دونك الحل هو انه وانت مسافر تخلي على الاقل واحد البريوريتي، واحد البريوريتي خاصك ضروري تبقى محافظ عليها، وشوف هادوك الحوايج اللي كنتي كدير في النهار ديالك ولا لي زوبجيكتيف ديالك وكلاسيهم وشوف شنو هي اللي مهمه بزاف. هذيك اللي مهمه ما خاصكش تزقلها وانت مسافر ولا انت خرج لك شي بلان في وسط النهار، بقى مسيكي فيها وما تحبسهاش، انت هي الاولويه رقم واحد. تقدر تقول لي بلي راه ما عنديش الوقت حتى لهذيك الاولويه، فانا كنصحك على انك دير فيها على الاقل واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. راه في النهار ديالك كامل ما يمكنش ما تكونش عندك واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق دير في هذيك الاولويه. تقدر تكون مثلا كتراجع كل نهار ساعه، ففي وسط وانت مسافر تقدر تاخذ غير 5 دقائق ولا 10 دقائق، تدخل غير شي فيديو كاع في يوتيوب وتتفرج مثلا في شي كور، ها انت ما ضيعتيهاش. تقدر مثلا تكون كنتي كتريني، فعلى الاقل في هذيك وانت غادي مسافر عندك الاولويه هي لونطريمون، فدير واحد 10 بوش ابس ولا واحد الدقيقه ديال السكوات. المهم هو انك في الوقت اللي كنتي كدير فيها هذيك الاولويه تبقى محافظ عليها. مثلا انا شنو هي الاولويه ديالي؟ الاولويه ديالي هي هذا الفيديو اللي كنسجل، داكشي علاش واخا ندير الفيديو فيها غير 2 دقائق ولا 2 دقائق ونص ولا 3 دقائق بلاصه ما اني كندير فيها 7 دقائق ولا 5 دقائق، المهم هو انها تدار، باش ملي غادي نرجع للدار وغنبدا عاوتاني كنصور فيديوهات ما نحس براسي بانني راه قطعتها وباللي صعيب باش نرجع. راه المشكله فين كاين؟ هو انك فاش كتعجز النهار الاول، انفو كتعجز النهار الاول كتعجز النهار الثاني، انفو كتعجز النهار الثاني الثالث، حتى في الاخر كتلقى راسك ما بقيتيش درتيها واحد المده طويله وكتولي صعيب لانك ترجع، وسيرتو كتكون واحد المقاومه واحد ريزيستونس من الدماغ ديالك ما كتخليكش اصلا ترجع ديرها، وحتى الا رجعتي كتسنى عاوتاني غير دغيا باش تحبس. دونك كنتمنى هاد لاسوس هادي تعاونك باش انك تبقى محافظ على داك البروغرام ميم سي خرجوا لك بزاف ديال لي زورجونس، ميم سي خرجوا لك بزاف ديال الطوارئ. هادشي اللي كان في لافيديو ديال اليوم، تهلاو ليا فراسكم، تشاو في فيديو جديد غدا ان شاء الله.